لوح النائب عمر الطبطبائي باستجواب وزير النفط بخيت رشيدي إن لم يجاوب على الأسئلة البرلمانية، مؤكدا في هذا السياق أنه سيفتح ملف تجاوزات القطاع النفطي، وداعيا الوزير إلى التعاون لحفظ المال العام. أنا قدمت سؤال برلماني وما بيتهم، خلي يردون علي. ما صحت تمكن العضو المنتدب الحالي للموارد البشرية من الاستفادة من دون وجه حق عن مبالغ تتجاوز 60,000 دينار، 60,000 هني، 50,000 هني، 25 هني. يا جماعة قاعد أتكلم عن مبالغ طافت الملايين. هل هذا شيء قانوني اللي سواه ولا لا؟ وهل يعتبر تعدي على اختصاصات المجلس على البترول ولا لا؟ ليش ما جاوبته؟ دزيت السؤال أول تمس وناطر الإجابة ولن أقبل من يطلبون تمديد على هذه الأسئلة بالذات. للعلم أقسم بآيات الله أن محاور استجواب وزير النفط ذاهبة من دور العقاد اللي طاف وتحتاج توقيع وتاريخ. ما ودي أوقف هني وأقول جفت الأغلام ورفعت صحب وأعلن استجواب. أنا إلى الآن محسن النية، وقد يكون أسلوبي مختلف عن نواب الآخرين. أبي أصلح الموضوع، قاعد دور انعقاد كامل أبي أصلح الموضوع. إن ما صلح الموضوع في دور انعقاد هذا ما راح يشوفون مني اللي شافوا مني دور انعقاد الجاي أو خلال أسبوعين أو ثلاث. وأرجوكم اتصالات ما نبي، دليتكم الدرب، شغلكم مو شغلي. أنا أراقب وأشرع وهذا من جانب المراقبة. دليتكم الدرب يا سمو الرئيس، اطلب اجتماع معاهم، نادي الأخ نواف قل له وين كتابك، اطلب القيادات، اطلب موظفين النفط هذول عيالك، اسمع منهم، اقعد مع عيالك النقابات اللي المدراء سادين البيبان عنهم. يا تكون تبعنا يا ما ترقى يا يا يا. واسأل عن موضوع الكي ام بي سي، الترقيات الأخيرة هل صارت بلجنة ولا لا؟ يا أخو قللوا محاور استجوابي والله، لأن الشق عندكم عود والبلاوي كبيرة. هذا آخر تنبيه، أكل لهم كل حب وتقدير واحترام. سكت الفترة الأخيرة وخليتهم على أمل ألقى الردود. يعني أنا قاعد أتعامل مع رجال يفترض أمامي أصحاب كلمة، ويشهد الله أن الوزير الحالي إلى الآن ممتاز لكن في تحت ناس. لكن ما راح أسكت عشان إنه خوش ريال أبداً، لأن وفق المواد والدستور المحاسب أمامي هو الوزير أو رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الموضوع بالذات في أمور على رئيس مجلس الوزراء، وأنا أدري